طيب بيجي حالة اللي جاي يأكد عليه اليوم الأخ السوداني لاتحاد المصارف العربية شو فهمته؟ شوف المصارف العربيه راح يكون الكفر مالها ما راح يكون البنك المركزي راح يكون الكفر ماله احد البنوك اللي هي البرايم بنك اللي موجوده 11 بنك بالعالم من السيتي بنك والجيب بي والبنوك الاخرى الامريكيه هذولا ما بيها تلاعب ما بيها مجال للتلاعب نهائيا اسوه عندنا احنا حاليا البنك عفوا الاهلي العراقي عندنا تي بي اي عندنا هاي البنوك كلها اللي هي الكبر مالها يجي مورجن هاي لا يمكن التلاعب نهائيا ما تقدر تلاعب المصارف العربيه بما ان العراق ارض خصبه وارض مليار تخيل احنا استيراداتنا سنويا لا تقل عن 60 الى 70 مليار دولار تخيل الرقم بس هاي هاي مأساة يعني لا 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 يربح لك كذا بالمئة قد... نعم هاي مأساة لأن قيمة الصادرات طبعا مأساة قيمة صادراتنا بس نفط مأساة إيه يعني احنا دولة تستورد نفط 60 مليار إيه إيه وهي ما هي ما عاد شيء صدر غير النفط طبعا احنا تعرف بس خضر وفواكه هاي لا يمكن التل... لا يمكن بها فتح احتمال لان انا استيرادها يومي يومي ده استورد خضر وفواكه تخيل يعني يوميا يعني معناته انا اذا ادفع دينار ادفع العفو بالسوق الموازي صح ما افتح دولار بالسوق الموازي ما راح عن طريق البنك يعني ما بيها مجال فتح اعتماد انا اشتري من فلاح العفو يعني, يعني اللي دا يشتري التاجر العراقي اللي يروح ما دا يروح على بنك اللي يروح اعتماد دي دي يشتري مباشر لا. يجب عليه يعني. إيه يشتري ده يشتري مباشر ويجيب الا الا الا, إلا, 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 إلا السلع يعني خلينا نسميها خلينا نقول مثلا الحنطه الشعير السكر هاي تعتبر استراتيجيه هذا هذا الاستيرادات الدوله إيه؟ السر... ضمن استيرادات الدوله مم. اللي حكينا على سبع مصارف صح. اللي هي طبعا اكثر شيء بها تي بي اي، هسا هو تي بي اي ليش تي بي اي بعد 2003 مباشره احنا اسسنا تي بي اي لان كانت مصارفنا الرشيد والرافدين والمصارف الاخرى متوقفه حسب البند السابع فإجت شلبي بذكاء فتح تي بي اي وفتح له طبعا تي بي اي جيبي هو الكبر ماله مو البنك المركزي مم. هذه <applause> طيب يا الطريقة هذا فتح المجال فتح مجال الاستيرادات الاستيرادات بدأت تدفق الآن... الطريقة